تفضل الفطار. كل ده فطار عشان ترم عظمك، ده انت معاك فردتين. بتهزر انت؟ مش احسن ما افضل لاوي جوزي طول النهار زيك كده؟ مبقتش مستحملني خلاص. انت اللي مش مستحمل نفسك. انا هنزل اجيب شويه حاجات كده لزوج البوفيه، ها؟ ارجع الاقيك مخلص على البنزين ده كله عشان ما تعطلش بعد اول محطه. ها؟ سلام. مش عايزة اجي. تعجيلك تاني وتالت ورابع لحد ما صعب عليكي. انا اللي صعبان عليا نفسي قوي. لا منى عارفه اسيبك ولا منى عايزه ارجع لك. انت اللي ميعادك هنا. انا قاعده عند اختي. المفروض تكوني في بيت جوزك. جوزي مش فاضيلي، مشغول بمراته التانيه. لا مش حقيقي. لا حقيقي، انا شفتك بعينيا وانت بتمسح لها دموعها في العياده. انت بتتجسسي عليا. كنت جايه لك صدفه، واحمد ربنا اني مشيت قبل ما اقول لك اني شفتك. لازم تعرفي ان داليا مراتي زي ما انت كمان مراتي. انا فقت لقيتكوا انتوا الاتنين متجوزكوا ومسؤول عنكوا وعلف بطنكوا انتوا الاتنين، واي واحده فيكوا هتخيرني بينها وبين التانيه هختار التانيه. انا هرجع دلوقتي البيت وهستناكي هناك. لو ما جيتيش انت حره، لو ما جيتيش انا هبات عندها الليله دي. مش جاية، بس حاولت انسى انك متجوز عليا، ويا ريت انت كمان توعدني انك تنسى وانت معايا. حاضر. ايه مش هترد؟ انا خايف تكون هي. مش لسه قايله دلوقتي هتحاولي انك تنسي كل ده؟ معلش ارد عليكي. لا كنت لاغي الصوت. لاغي الصوت؟ ولا كانت جنبك ومش قادر تكلمني؟ اديني جاي لك دلوقتي وهنتكلم براحتنا. ومالك موطي صوتك كده ليه؟ هي لسه جنبك لغايه دلوقتي؟ لا ده انا صوتي واجعني علشان كده مش عارف اتكلم قوي. كده اهو. طب سلام دلوقتي.
وانت قمت من جنبي امتى؟ من ربع ساعة. ومالك حاطط الجزمة تحت دراعك كده ليه؟ كأنك جاي من كباري الساعة 5 الصبح. لا أنا بس ما رضيتش أعمل دوشة وأصحيكي. ما رضيتش تعمل دوشة وتصحيني؟ ولا خفت لأقفشك قبل ما تروح لها؟ حقها. حقها؟ يعني أنت بتعترف دلوقتي إنك هتسيبني وتروح تبات عندها؟ أنا كنت بايت عندك من إمبارح. يعني إيه يعني؟ يعني هي بقت كده؟ أنا ليلة وهي ليلة يعني ولا إيه؟ مش فاهمة. أيوة طبعًا، ما أنا لازم أوزع نفسي ما بينكم أنتوا الاتنين بالعدل. بالعدل؟ ده أنا عارفة قبلها بسبع سنين. وأنتوا دلوقتي الاتنين مراتاتي. يعني أنت دلوقتي هتسيبني لوحدي وتروح عندها وتفتح لك الباب وتاخدك في حضنها تدخل معاها أوضة النوم؟ مريم لو سمحت كفاية. لازم من دلوقتي تاخدي على الوضع الجديد اللي احنا الاتنين اخترناه لنفسينا. صباح على خير. بقالي ساعة مستنيك. انت اللي طلبتني، قلت لي لازم اشوفك حالا. ده لمصلحتك. لا، لمصلحتك انت الاول. حد عارف ان احنا هنتقابل؟ عيب، انا مش تلميذ. مش تلميذ؟ اه، ما كنتش قلت كل حاجه للبوليس اول ما وصلوا لك. انا ما كنتش قلت كل حاجه، كنتش انت فضلت ورايا لحد ما توصلي وتطلب نتفاهم. قلت للمتر سالم اننا هنتقابل؟ لا طبعا، وانصحك انت كمان ما تقولوش دلوقتي. ليه؟ شكله حمار متعافي، مش عارف ان بكلمتين مني ارجعك السجن تاني، وبكلمتين عكسهم ابعدك عنه طول عمره. ما تنساش ان انا خدت براءه. والنيابه طعنت. ورجعت سحبت الطعن. بس المحاكمة لسه شغالة، وفي متهم تاني وطالبني للشهادة. وفي حاجات كتير قوي هتتغير لو أنا قلت في المحكمة نفس الكلام اللي في النيابة. طب قولي، هتغير كلامك إزاي؟ إيه ده؟ كنت هنا من إمتى؟ من ساعة ما قلت لها إنكوا شركة وإنك لازم تعرف خط سيرها. دي ثورة طبعًا، صح؟ وأنا عندي شريكة غيرها؟ عندك أنا، ولا لحقت تنسى؟ أنت بتفكريني ولا بتخوفيني؟ لا أنا بس بفوقك. سارة رفعت شاركك في الشغل آه، إنما تشاركني فيك لأ. وأنت كمان مش تقدر تشارك فيها عيسى. عيسى؟ هي مالها ومال عيسى؟ هي ما قالتلكش إن هما مع بعض دلوقتي في اسكندرية؟ أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ تحب أديك اسم الأوتيل اللي نازلين فيه؟ أنت كمان بتراقبيها؟ طبعًا. أمال يعني أتعب فيك التعب ده كله وتيجي تاخدك هي مني كده على الجاهز؟ نصيحة مني، ما تتعبش نفسك معايا. سارة مش شايفة أي راجل في الدنيا غير عيسى الفيل، وهو كمان مش هيقدر ينساها برانيا الشوارع. ماشي؟